طيب كابتن طارق، اسالك على شبانه، هل شبانه يعود للزمالك في يناير ولا الشبانه والله تكمل مع فريق؟ كلام كتير جدا حوالين شبانه، لكن ما فيش حاجه يعني رسميه من نادي الزمالك، وان كنت طبعا اتمنى ان شبانه يستمر، لانه هو لاقي نفسه معانا، لاقي نفسه معانا بشكل كبير جدا، فعلى الاقل يستمر معانا لنهايه الموسم، وبعد كده هيرجع جاهز نادي الزمالك، هيبقى يحتل مكانته يعني مكانته الاساسي. صحيح، انا عارف ان انت طبعا الكلام ده يتقفل، لان كل ده كلام اعلام. صحيح، حاجه رسميه من نادي الزمالك جات لنا بتقول ان احنا عاوزين شباب، والولد لما انا قعدت بساله شخصيا هو يتمنى ان هو يتأتي، ما فيش شك طبعا يتمنى يرجع الزمالك ويلعب، ان هو يتمنى ان هو يوقف مع المشوار لانه هو لاقي نفسه. صحيح، انا عارف ان انت كنت قبل بدايه الموسم بتفكر في محمد محمود، هل هيبقى ليه مكان في سموحه في يناير؟ لا طلبنا، طلبته انا بالمهندس فرج، ثلاث لاعبين، حسام ومحمد محمود وكريم الدبيسي. محمد محمود وكريم الدبيسي ومين تاني؟ وحسام حسن. وحسام حسن، هم دول يمكن ثلاث اضافات، يمكن احنا كنا واخدين استراتيجيه تقليل الاعارات الا في الحدود، نظرا طبعا لاصابه اجريس، احنا محتاجين الاسترايك في حسام ان هو اقرب، لان هو كان في سموحه في انسجام مع الولاد وعارف والكلام. محمد محمود انا احد ولادي اللي كانوا في وادي دجله، اللي انا كنت مصعدهم من الولاد الصغيرين مع هلال ومع احمد سعيد ومع روبو، دول الولاد الصغيرين اللي هم كانوا فارزين، ما كانش ليه فرصه في النادي الاهلي، الولد انا عارفه برومتر واعد كان خطوطيا جيد جدا، مش لاقي فرصه، ان شاء الله يلاقي فرصه. كريم الدبيسي برضه من الولاد بتاع وادي دجله، برضه كنت متواجد معانا، برضه يلاقي فرصه معانا بشكل كويس جدا جدا، ان احنا محتاجينه في الفتره دي، وان شاء الله الباشمهندس فرج يتواصل مع كابتن خطيب ونقدر يقدر يخلص الموضوع بشكل كويس ان شاء الله. احنا محتاجين ندعم بشكل كويس جدا في يناير على اساس ان احنا نعود في فريق اسمه عادل تراك من جديد. عاوز اقول لك ان احنا فتحنا المجال لاول مره من 10 سنين للقطاع الجديد، وانت شفت النهارده مكرونه احد المكاسب. هايل هايل، احنا معانا كان اربعه موجودين في التشكيله في الاوتيل، الامكانيه اللي جايه ان شاء الله للقطاع ده بشكل كويس جدا. انا مقتنع يعني كلنا لعبنا من قطاعات المشين، وده الهدف من قطاعات المشين، انها تمد الفريق. صحيح.